المنظم من طرف جمعية أبو الصمد الكنفاوي بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي يحظى بتشريف مولوي سامي من خلال رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيده بهذه التظاهرة الثقافية. ومن هنا أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل الساهرين على إعداد هذا العرس العرائشي، سواء تعلق الأمر بمكتب الجمعية أو شبابها، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد المحترم عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم العرائش، والسيد رئيس مجلس الإقليمي، والسيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش، والسيد المدير العام للوكالة التنمية أقاليم الشمال، والسيد رئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد رئيس جماعة القصر الكبير، ووزارة الثقافة والاتصال، والمنتجع السياسي بالعرائش ليكسوس بيات ريزور. وكما أتوجه بالشكر الجزيل للسلطات المحلية لما تبذله من مجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة، كل من إدارة الأمن الوطني والقوى المساعدة والوقاية المدنية، كما أشكر كل المدعمين الخواص لهذه التظاهرة، وأخص بالذكر كل من شركة العمران ومؤسسة البنك الشعبي وشركة مارومار وسيجار الروز وشركة خيل جوميز وشركة بلو فارم وشركة أنسا. إلى هنا أعود وأجدد شكري بالسادة الحضور، وأتقدم لكم بدعوة من أجل تغطية فعاليات مهرجان العرائش الدولي المزمع في الفترة الممتدة ما بين 25 و30 يوليو، وذلك احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.